اش لذك يا قلب تتفكرها وتسهر على خاطرها وتحكم على الهاتف يجيب خبرها واش كلفك يا قلب تحكم علي نجدد ونسهر الناجي طيفها ونردد من بعد ما ريت الطريق مسدد وباب حوشها طول المدي ساترها نوعيك تنسى نصد مكت تودد نطفيك تجد النار وتسومرها نطفيك وتلهلبها نيران مني تستمد حطبها واش وقفك يا قلب عالمصربها واش فكرك كيف انمحت جرورها وتبعث بلا عنوان وتكاتبها وترسم رسايل شوق وتحررها على الوهم ترسم شوقك وتنطع لطيف المنام يسوقك يا قلب فكرتش بضيق عروقك تخافش يزيد الضغط ويفجرها ولانيش خايف من المرض يعوقك الخوف تنتهي بس ما بعيد خبرها نخاف كان ندخل قبري لا تفيق بسمة ولا تلقى خبري وخليك صابر ما تسي الحبري ظل القلم يفضح نهار صفرها ويبقى الورق شاهد علي في كبري حير علي الأوجاع ويكثرها يحير علي أوجاعي ويقطف طري الورد من مرباعي ليش يا زمن منك يزيد ضلاعي تعاون معاك الحلم ما صورها وخليتني طول النهار الراعي لقلقت نرسم على الورق صورها خليتني نستنى ونرعي رسايل بس متي توصلنا اسبوعين لنا اليوم مات الفنة غيب خبرها وغاب من يخبرها ولومك على المكتوب ما هو منا يبس اوراق الغصن ما خضرها يبس غصانة وراقي وفرق وما حبش نهار يلاقي ومكتوب يا بسمة عليك فراقي غير صبر الايام ونكايرها نحملت تنعديه عمري شاقي ونعرف اوجاع القلب ونعاشرها نحملتها بوجعها الايام بعد انفسرت واقعها ومن غير سير ناس بامدفعها وبين الحبايب وقفت عسكرها وكل ما جري يا بنت ما نقطعها قصة غلانة تزيد ونطورها كل ما جري يا ريدي وكل ما حكم الوقت علت بعيد انتي بسمتي وفرحة تهاني عيدي وفي وسط قلبي صورتك حافرها وخايف رق القلب وخايف رق القلب وخايف رق القلب من تنهيدي يظل داركم يصعب علي مخطرها خايف يظل اشوارك ويصعب عليها الرجل توصل دارك استأذنت من الهاتف يجيب اخبارك قبل مطلبي ورجع علي بشرها وسمعته بثت علي اسرارك وفضحت اشواقي قبل ما نذكرها قبل مطلبي قلقها وشرنا نضبح في حوشها شوقها نلقى العزيزة وحشنا حارقها عصير كاس مر الصبر ما صبرها يهديك بعد اليوم ما تفوقها بري جرحها يا قلب ما تحيرها يهديك في قستاعة وخلي حبيبك هاديات وجاعة احنا حظنا قاسي صعيب فراعة وهي مثل حالك سال دمع شفرها وليش والنبي تضغط على السماعة وتحكم على الهاتف يجيب خبرها وتسهر على خاطرها ومن كلفك وش لازك ومن قال لك يا قلب تتفكرها.